بسرعه كده لازم نتابع قصه كده جميله اتكلمنا عنها الجمعه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن افتتاح ممشى اهل مصر وعن المشروعات الكتير اللي على هامش ممشى اهل مصر في حاجات تخص الكافيتريات والاسعار واتكلمنا عن نايل تاكسي ومن ضمن الحاجات المهمه اللي اتكلمنا فيها كان عندنا تساؤل كده عن السعر اللي عرفناه من وزاره الاسكان او اللي قاله احد مسؤولي وزاره الاسكان وانه اتقال في التاسعة قلنا كده انه او بحسب كلام احد المسؤولين قال انا استطعت سعر التذكره 150 جنيه انا لن اخفي انا شخصيا قلت الرقم ده كتير جدا وقلنا انه مش طبيعي ولا مفهوم ان يكون سعر النايل تاكسي 150 جنيه خصوصا انه مشروع طال انتظاره فاكيد محتاجين عدد اكبر من الناس تستفيد بيه وتستخدم هذا المشروع اللي هو بالمناسبه جميل قوي قوي ومعمول على اعلى مستوى. في توضيح بقى مهم لانه الاستاذ مجدي غالي رئيس مجلس اداره شركه نايل تاكسي مشكورا قال لا يا جماعه السعر ده مش هو السعر الرسمي فاحنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر نعرف تسعير نايل تاكسي وامتى هيبقى عندنا اعداد كتيره كافيه انه يكون وسيله انتقال حقيقيه جوه نهر النيل. مساء الخير عليك استاذ مجدي. مساء النور يا فندم ازي حضرتك؟ انا يعني سعيده جدا ان حضرتك هتقول لنا انها مش 150 جنيه لانه بصراحه يعني انا اتخضيت. كنت ناوي ياخد اصحابي والعيله والشله وكده بس يعني قول لنا بقى الاسعار الرسميه لنايل تاكسي وقول لنا كمان المسارات اللي موجوده حاليا والمستقبليه. بصي هو عشان اقول لك الاسعار لازم اقول لك الخدمات اللي احنا بنقدمها. طيب هم مينلي ثلاث خدمات اول حاجه الرحلات اللي هي بمواعيد محدده فدي احنا بنتكلم بنطلع من المعادي نوصل للنايل تاورز والزمالك وممشى اهل مصر السعر بيتراوح بين 40 جنيه لغايه 75 جنيه بيتراوح ليه بقى؟ يعني على اختلاف المسافه؟ على حسب البعد اوكي احنا مقسمين النيل لستة زونز اوكي كل زون بتبقى بسعر معين يعني تمام هي اقصى دلوقتي اقصى تذكره ب 75 جنيه واقل تذكره ب 40 جنيه. حلو قوي. ده اول حاجه، تاني حاجه احنا بنتكلم على خدمه خاصه او تاكسي يعني. تمام بالظبط. فده بيبقى بيطلع في اي وقت مش مواعيد معينه. وبيبقى على الاقل لازم ثلاثه من ثلاثه لخمسه يركبوا المركب. حلو قوي، المركب بتشيل كام واحد؟ احنا عندنا عده مراكب، عندنا مركب بتاخد ثلاثه. وعندنا مراكب بتاخد 7 و8 و10 و15. حلو قوي. هل في زي ما سمعنا برضو عفوا هل في رحلات نيليه بقى و هو ده الثالث بقى هو ده النوع الثالث. احنا بوجودنا في ممشى اهل مصر احنا قدام جزيره الزمالك فقررنا ان احنا نعمل رحلات ثقافيه. يعني بنعمل رحله من ممشى اهل مصر بيعدي على جزيره الزمالك يستعرض كل المعالم اللي موجوده بالظبط في جزيره الزمالك ويتكلم عليها امتى اتعملت ومين ساكن في الحته دي ومين ساكن في المكان ده وده والبرج كل معلومات عنه والكوبري الفلاني اتعمل مش امتى. حلو قوي. يعني انا لو مش قادر اخد يعني سامحني يا استاذ مجدي بس عايزه افهم من حضرتك يعني لو مش هاخد لانش كبير وغالي عليا عشان افسح شويه مجموعه من الاجانب جايين يزورونا في مصر ولا حاجه سريعه جدا عايزاهم يشوفوا النيل بتفصيله حلوه بحاجه شكلها شيك الفسحه دي كلها على بعضها ممكن تكلفني كده 150 جنيه انا وثلاثه تانيين. 160 جنيه. بحاول احسب بس اقل رقم لمجموعه اشخاص. هو مثلا رحله الزمالك الواحد بيكلف 100 جنيه. حلو قوي. اللي هي التور ليدر بالناس اللي موجوده بكل تكلفتها. حلو جدا. النفر وبنطلع في مواعيد معينه بحيث انه ممكن ناس كتير تركب من غير ما يبقوا يعرفوا بعض مثلا. زي فاكر احمد رمزي احمد مظهر في الفيلم بتاع الايدي الناعمه لما كان بيلف بالاتوبيس النهري او أيوة. نفس الكونسبت ونفس ده اللي احنا قعدنا نترحم عليه ونقول عايزين نشوف الحاجات دي تاني في مصر انا يعني انا بشكرك ده هو ده اللي احنا كنا عايزين نعمله بالتطور بقى بتاع
بتاع الموضوع، تبقي قاعده جوه اللانش بتسمعي مزيكا، عندك حاجه اخيرا الموبايل. اخيرا بقى يا استاذ مجدي، العدد اللانشات ان شاء الله الموجوده حاليا قد ايه، وايه المقرر عدده انه يبقى عشان تبقى وسيله انتقال نهريه تحديدا في العاصمه وفي الزحمه بتاعه الطرق احيانا؟ احنا دلوقتي عندنا 13 مركب بيتراوح ساعتها من 3 لغايه 15. البلانز بتاعتنا الجديده ان احنا نعمل مراكب صديقه للبيئه تشتغل بالكهرباء، ده اول خطوه. تاني خطوة عايزين نعمل مراكب أكبر بتاخد أعداد أكبر فيبقى سعر التذكرة أرخص. بالظبط. وعايزين نتنقل لنقل المواطنين بين المحافظات. حلو جدا. أو مثلا حلواتي عندنا المفروض على رخصتنا بتشتغل من حلوان للقناطر. حلو جدا. فأروح الحلوان وأروح القناطر. أعتقد إن ده هيكون فارق جدا. بالظبط. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي على التوضيح وعلى التسعير المنطقي جدا حاليا، يعني قريب جدا لسعر تاكسي بركبه بره النيل، فقريب جدا لتسعيرة تشبه كده. بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق، وإن شاء الله نشوف امتداد لنايل تاكسي مع امتداد ممشى أهل مصر.